they're off and racing. انطلق الشوط الثالث من مسافة 1200 متر سباق توازن من تصنيف من 0 إلى 35 ينطلق وبمشاركة ثمن من الجيادة اللوكال إنتاج محلي بانطلاقة أوفرسيز هو الذي يقود الشوط من البداية بشعار راشد ريسينج. يلحق به ثانيا أصالة مع الفارس مارسيليان كول ماركاي، بينما المركز الثالث من جانب السياج كيلاش مع الفارس عبد الله فيصل نون في المركز الرابع، بينما وثاب ياتينا في المركز الخامس، مقصود في المركز السادس والمركز السابع هنالك ايضا ولايه. نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع اوفرسيس مع الفارس ابراهيم نادر الذي بدا في الانطلاق والاندفاع من وسط الجياد. هنالك انطلاقه اصاله مع الفارس مارسيليان كول ماركاي، بينما تخطف الصداره الان من قبل كيلاش مع الفارس عبد الله فيصل، والمحاولات ايضا قائمه من قبل مقصود مع الفارس حسين مكي، ومن وسط الجياد هنالك ايضا مدار مع الفارس مارفن جراندن. اذا كيلاش من جانب السياج، ومن الجانب الاخر هنالك ايضا مقصود، وهنالك فعلا ايها المتابعون الكرام هنالك كيلاش مع الفارس عبد الله فيصل، وايضا مقصود مع الفارس حسين مكي. اذا كيلاش الى خط النهايه في دخول ثلاثي على خط النهايه من جانب السياج مدار، من وسط الجياد كيلاش، ومن الجانب الاخر مقصود.